السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية يا صبايا يا شباب. بدنا نحكي اليوم عن درس مهم كمان ممكن يفيدكم بشكل رئيسي في أسئلة الوزارة، اللي هي مفهوم التسوق. التسوق درس أخذته بالصف العاشر والصف الأول ثانوي كدرس مفصل في كتاب التوجيه، مش موجود ولكن ممكن يعتمد عليه في أسئلة الوزارة. التسوق كتعريف، طبعا كل حضر حصص المراجعة الأولى شرحناها سواء في المدارس أو في المعاهد. التسوق اللي هو وجود أكثر من صيغة بنائية لصيغة جزئية واحدة. من تعريف التسوق، وجود أكثر من صيغة بنائية لصيغة جزئية واحدة. هاي التعريف، وجود أكثر من صيغة بنائية لصيغة جزئية واحدة. ولما تختلف الصيغ البنائية كيف يعني تختلف؟ يعني بيختلف ترتيب ومواقع المجموعات الوظيفية في الجزيء، وبالتالي تختلف خواص الكيميائية وتفاعلاته. أنا رتبت لكم إياهم في أربع قوانين. راح أخذ القانون الأول، شوف لي هاي الصيغة العامة CN، حيث N عدد صحيح 1 2 3 4 H2N. لما تشوفوا هاي الصيغة في عندكم احتمالين: احتمال إنها تكون هاي الصيغة الأمامة الكان حلقي، أي احتمال، واحتمال إنها تمثل الكين غير حلقي. طب أنا كيف بدي أميز هو إن هو قاعد بحكي عن الكين غير حلقي ولا الكان حلقي؟ طبعا من خلال تفاعلاتهم وصفاتهم. فالألكان الحلقي مثلا لا يتفاعل، الألكان بشكل عام سواء حلقي ولا غير حلقي لا يتفاعل بالإضافة، مستحيل، لأنه ما فيش فيه موجود رابط باي. بينما الألكين الحلقي مثلا يتفاعل بالإضافة، وبكل بساطة ما دام يتفاعل بالإضافة إذا يزيل لون البروم الأحمر الذائب في رباعي كلور الكربون، بينما هذا لا يزيل اللون، لا يزيل لون البروم الذائب في رباعي كلور الكربون. هيك مثال بسيط يعني كمعلومات للتمييز. لما بحكي لك بتفاعل بالإضافة معناته بتفاعل مع الماء، بتفاعل مع HCl، تفاعل مع X2، طبعا هذول كلهم انت بتعرفهم سبق ودرستهم. طيب اعطيك مثال على هاي الصيغه العامه. هاي مثال راح اكتب باللون الاسود. هاي مثلا اعطاني الصيغه، حكى لي مركب عضوي اكس صيغته الجزيئيه C4H8. هلا هذا المركب لما بعطيك هاي الصيغة مباشرة أنت بتروح المسودة بتعرف إنه هذا بيمثل القانون رقم واحد. فما بدي يكون الكان حلقي، الكان حلقي مكون من أربع ذرات كربون، هاي صيغته البنائية. حط الهيدروجين أربع ذرات كربون وكل الروابط بيناتها أحادية. هذا أول احتمال. أو ممكن يكون إيش حكينا؟ الكين. تعال نشوف حالات الألكين ممكنة. هاي عندي ألكين مكون من أربع ذرات كربون والرابطة ثنائية على طرف. ممكن يكون عندك ألكين مكون من أربع ذرات كربون والرابطة ثنائية في الوسط. ممكن يكون عندك كمان ألكين مكون من أربع ذرات كربون ولكنه متفرع. وبالتالي لما بيجي يحكي لك مركب عضو X، هاي صيغته، هاي الاحتمالات تبعته، إما بكون أو. فهلا بيجي بيحكي لك أن هذا المركب يتفاعل بالإضافة، معناته هذا مستحيل يكون الكان، فهو إما بده يكون الحالة ألف أو باء أو جيم، صح؟ طب أي واحد من هدول بيجي بحكي لك يتفاعل مثلاً مع الماء، تفاعل مع مين؟ مع الماء. أوكي، هذا إذا تفاعل مع الماء شباب صبايا حسب قاعدة ماركوفينكوف راح تضيف الماء، راح تيجي الـ OH على مين؟ على الكربون الفقيرة. هذا كمان مركب باء لو فعلته مع الماء راح تيجي الـ OH على الكربون الفقيرة،
وهذا متماثل تفرش معه. هذا طلع وين؟ حسب ماركو الكربون الفقيرة. فهلا هون طلع معك كحول، بس شو نوع هذا الكحول؟ ثانوي. شو نوع هذا الكحول؟ كمان كحول ثانوي. شوف لي الحالة جيم، شو أعطتني؟ كحول إيش؟ ثالثي. فبيجي بحكي لك هو مركب عضوي X C4H8 يزيل لون البروم. أوكي، يزيل لون البروم، ألف بزيل وباء بزيل وجيم بزيل، ماشي. أي واحد بدك يتفاعل مع الماء. طب ألف يتفاعل مع الماء وباء يتفاعل مع الماء وجيم يتفاعل مع الماء. يتفاعل مع الماء وينجل المركب العضوي مثلا كيو. وجد أن طب هلأ مين هو الكيو؟ هاي الكيو، إما هاد أو هاد أو هاد. وجد أن المركب كيو لا يتأكسد. أعطاك معلوم مين ما بتأكسد؟ الكحول الثالثي. معناته هاي الكيو وهذا الألكين اللي بده إياه، يعني هذا يمثل إكس، هاي الإكس. هذا مثال على مفهوم التسوق، كيف ممكن يربطه مع تفاعلاتنا اللي درسناها، وكيف ممكن يجيب عليه أسئلة. رح نحل أسئلة المراجعة وتشوف كل هاي الحالات لقدام شوي على شكل أسئلة مقالية تطلع تستمتع فيها كتير حلوة. تعال نشوف القانون الثاني. القانون الثاني هاي طالع، هاي قانون رقم 2. شوف لي الصيغة هاي CN. طبعاً إنه أنا عدد صحيح H2N plus 2 ومعه أكسجين. إذن هذا يمثل عدد ذرات الهيدروجين، مش الأكسجين، هذا الهيدروجين. طيب شو الاحتمالات في هاي الصيغة؟ شو ممكن يكون؟ هاي الصيغة بتمثل إما بيكون عندك إيثر أو بيكون عندك كحول. أول شغلة بتعرف إنه الإيثر في كل العضوية اللي درسناها، كل الوحدة، فيش فيه عليه ولا تفاعل، يعتبر مركب خامل نسبيا. الكحول طبعا تميز الكحول فيه، عندك كحول أولي، كحول ثانوي، كحول ثالثي، حسب. في كحول بصير عليه حذف، في كحول بصير عليه أكسدة، بدك تميز. طب كيف بدي أميز بشكل عام بين إيثر والكحول؟ أبسط ما يمكن إن الكحول نشيط ويتفاعل مع فلز مثلا زي الصوديوم أو زي البوتاسيوم. ودليل حدوث التفاعل إذا بتتذكر هو انطلاق غاز الهيدروجين، بينما الإيثر لا يتفاعل مع فلز الصوديوم لأنه خامل. ما أقدر أحكي لك يتأكسد ولا يتأكسد لأنه في كحولات ثالثية لا تتأكسد. هي كفكرة، هذا شرحته نفسه في أسئلة المراجعة، مظبوط؟ تعال هلا نحط أمثلة. راح أحط مثال واحد على القانون الثاني اللي هو هذا. هاي الصيغة نفس هذا المثال أنا شرحت لكم إياه في حصص المراجعة C6O، وبأول حصة شرحت لكم إياه. هذا ممكن يكون إيثر، هاي إيثر أكسجين بين ذرتين كربون. طلع لهم كم كربون عندك؟ ثنتين. أنت هلا بتحط الهيدروجين H3H3. طب ممكن يكون كحول مكون من ذرتين كربون، هاي واحدة هاي الثانية وهي كحول OH. فهلا أحط الهيدروجينات وتأكد. هلا عندك اثنين هيدروجين، واحد ثلاث، وكمان ثلاث ستة، هاي الصيغة ستة، وعندك أكسجين أكسجين. إذا هاي الاحتمالين، إما إيثر أو كحول. كيف بدي أميز؟ بحكي لك مثلا عندي المركب العضوي X يخرج زي C2H6O، يتفاعل مع الصوديوم بطلقا غاز الهيدروجين راح نشوف الأمثلة فيما بعد. أوكي، تعال نحط كمان مثال. هاي مثال اثنين على القانون الثاني. راح أخذ H10 8 8 O. طب شو الحالة هاي؟ هاي ما بده يكون إيثر أو بده يكون كحول. تعال نشوف شو الاحتمالات. إيثر من ثلاث ذرات كربون، هاي ثنتين هاي الثالثة، طبعا حط الهيدروجين. كحول واحد اثنين ثلاث، أول احتمال تكون الـ OH على الأولى. ممكن يكون عندك واحد اثنين ثلاث كربون، الـ OH تكون على الثانية. طيب أوكي، هلا هذا بتفاعل مع الصوديوم، هذا بتفاعل مع الصوديوم. كيف بدي أميز بيناتهم؟ لو حكى لي عندك مركب عضوي يتفاعل مع الصوديوم، أوكي هذا بتفاعل مع الصوديوم،
وهو كحول أولي، هذا بيتفاعل مع الصوديوم وهو كحول ثاني. كيف بدي أميز؟ أنت بتعرف إنه هذا الكحول الأولي يتأكسد وبعطي في البي سي سي بعطي ألدهايد، وإذا أكسدته في عامل مؤكسد قوي K2Cr2O7 شو بعطيك؟ حمض كربوكسيلي. إذا فيك تميز بين هذا وبين هذا، بينما هذا الكحول الثاني إذا عملت له أكسدة سواء بالبي سي سي أو بالدايكرومات راح يعطوك إيه؟ راح يعطيك إيش؟ كيتون. فممكن تميز ليش؟ إنه هذا الألدهايد بتفاعل مع تولينز بعطي راسب، أو الحمض مثلاً بغير لون عباد الشمس. كمان مثلاً كيتون لا يتفاعل مع تولينز كفكرة. كمان مثال هاي، إذا المثال الثالث القانون الثاني عندي C4H10O، احتمالين ما بده يكون إيثر أو شو بده يكون حكينا؟ كحول. طب إيثر مكون من أربع ذرات كربون، هاي O هيك يعني إيثر، على اليمين كربونتين على اليسار كربونتين، هذا إيثر متماثل. ممكن كمان يكون إيثر مكون من شقين مختلفين، هون في ثلاث هون في واحدة. تنساش الإيثر المكون متفرع اللي هو اللي بنحكي عنه آيسو، هذا كتير مهم. واضح؟ إذن كم إيثر عندك؟ ثلاث حالات. طب كحول، تعال نشوف الكحولات. كحول من أربع ذرات كربون، هاي أول كحول من أربع ذرات كربون، أول إيش طلع معك؟ هذا أول. ممكن يكون الكحول كمان من أربع ذرات كربون ولكنه ثانوي، صح؟ ممكن كمان يكون عندك كحول من أربع ذرات كربون متفرع، هذا كمان أولي. ممكن يكون عندك كحول من أربع ذرات كربون وهو الثالثي. هاي إذن طلع هذا الاحتمال، أربع كحولات ثلاثة إيثر، عدد المصوغات كلها سبعة. هلا ممكن إذا بالامتحان في الوزارة بده يريحك بدل ما يعطيك هاي الصيغة C4HA10O يعطيك هاي الصيغة C4H9OH، حدد لك المجموعة الوظيفية. إذن هو بده بس الكحولات، شو بده بس؟ الكحولات اللي هي مثلا ألف جيم دال، وما بده الإيثرات. إذن هون بكون ريحك لما بعطيك المجموعة الوظيفية، بينما هون بدك تكتب الإيثرات والكحولات أو تفكر فيهم. ديش حكي لك تكتبهم وتفكر فيهم على الأقل. أوكي، هذا القانون الثاني. تعال نشوف القانون الثالث، قانون رقم ثلاث. طلع لي على الصيغة، عندك CnH2NO، هاي الصيغة لما تشوفها تمثل احتمالين، ما بده يكون عندك ألدهايد أو بده يكون عندك كيتون. طب كيف بدك تميز بيناتهم؟ طبعا هذا بتفاعل مع تولنز، وبعطي راسب فضي أو مرآة فضية، بينما الكيتون لا يتفاعل مع تولنز. هذا بتأكسد كمان الألدهايد في عامل أكسد قوي بيعطيك حمض، بينما هذا الكيتون لا يتأكسد. هاي المعلومات يعني الحصة هاي فعلا هي مراجعة للمادة كلها. فلو جيت أعطيك هذا المثال C2H4O، بتحكي له هذا احتمالين، بحكي لك لا، عيب عيب عليك، لا يوجد كيتون من ثلاث من اثنين عفوا، صح؟ وانت عندك هوندرتين، اذا هذا خاوة تن بده يكون فقط الدهايد، اذا هون لا تصاوغ. اما لو كانت الصيغة، اي كمان مثال، اي مثال اثنين على القانون الثالث، كانت الصيغة C3H6O، تقول الأستاذ هون ممكن يكون إيه ألدهايد من ثلاث ذرات كربون، أو ممكن يكون كيتون من ثلاث ذرات كربون وهو أصغر كيتون. كيف بتميز تولنز وغير تولنز؟ كمان مثال هاي C4H8O، هاد ممكن يكون عندك ألدهايد، هاي ألدهايد من أربع ذرات كربون، وكمان لاحظ هاي ألدهايد من أربع ذرات كربون ولكنه متفرع، ولكنه شماله. إذن كم احتمال عندك هون؟ احتمالين الألدهايد، هذا كتير مهم. أو ممكن يكون كيتون، هاي كيتون من أربع ذرات كربون، إيش غيره؟ إذن لا تصاوغ في الكيتون أبو أربع ذرات كربون، فيش إلا شكل واحد. بينما الألدهايد أبو أربع ذرات كربون كتير مهم إنك تعرف إنه فيه له حالتين، أربعة أو أربعة متفرع. واضح؟
تعال نشوف القانون الرابع. هاي القانون الرابع C4H، أو بلاش أحكي أرقام، يعطيك صيغته العامة CnH2nO2. انتبه، الأكسجين O2. مين المركبات العضوية اللي فيها تنتين أكسجين؟ ما بده يكون حمض كربوكسيلي، أو بده يكون إستر. فالصيغة العامة لهذا RCOOR، والصيغة العامة لهذا RCOOH. طيب كيف بدي أميز بيناتهم؟ أول شغلة الإستر ذو رائحة مميزة أو عطرة، كمان يستخدم في صناعة الأغذية، منكهات طبيعية، منكهات يستخدم في صناعة البوظة، العصائر، كل هاي معلومات اللي تعرفها. كمان هذا بتفاعل مع NaOH الإيستر، تفاعل بنسميه التصبن، بكل الناتج ملح زائد كحول. طب هذا يا أستاذ الحمد بتفاعل مع القاعدة القوية كمان، مظبوط بتفاعل مع القاعدة القوية، ولكن هون بيعطيني ملح زائد ماء. ميزت. طيب أمثلة، تعال نحط أمثلة. راح أخذ مركب من ذرتين كربون، هاي مركب من ذرتين كربون، هاي C2H4O2. ممكن يكون حمض، ممكن هاي كلمة حمض OOHCOH، هاي حمض. كم كربون عندك؟ ثنتين. حط له الكربون الثاني. أو ممكن يكون إستر، كلمة إستر أنت كيف بتترجمها في الكيمياء؟ سي رابطة ثنائية او او سي، هاي عندك ذرتين كربون، معناته هون بيكون هيدروجين، هون بيكون ثلاث هيدروجين. هذا ابسط ايستر، هذا ابسط ايستر. الشق الحمض فيه من كربون واحدة، والشق الكحولي فيه من كربون واحدة. طيب كمان في له مصوغات؟ لا، ما في الا الحالتين هذول فقط لا غير. تعال نحط كمان مثال، هاي سي 3 H6O2. انتبه للتو، فهذا ما بده يكون حمض، هاي حمض COOH من ثلاثي كربون، او ممكن يكون استر. استر يعني سي دبل بوند او او سي. الاستر كيف نوصف دائما شباب صبايا؟ انه شق حمضي وشق كحولي. ممكن الشق الحمضي يكون فيه كربون واحدة، يعني هون بحط هيدروجين، والكحولي فيه ثنتين. ممكن الإيستر أبو ثلاث ذرات كربون يكون في الشق الحمضي فيه ثنتين، فهي كربون، هي محسوبة شايفينها، وهي كربون ثانية، الكحولي يكون فيه واحد، فبحط هون H3. إذن هون شق حمضي فيه واحدة، كحولي فيه ثنتين، أو كحول حمضي فيه ثنتين وكحولي فيه واحدة. طيب في حالات تصور الحمض هون لما بيكون مثل ذرات كربون، ما في الا حاله واحده فقط. تعال نشوف كمان مثال، هذا كتير مهم، C4H8O2. هاد حمض من اربع ذرات كربون، هاي كلمه حمض، هاي كربون 2 3 4. كمان هاي حمض، هاي كربونه 2 3، وهي الرابعة، هذا مهم، حمض متفرع من أربع ذرات كربون. طب ممكن يكون إيستر يا أستاذ، ممتاز. تعال نشوف إيستر، هاي أول إيستر. إحنا كيف نوصف إيستر؟ حكينا أنه مقسوم لشقين، يعني شق حمضي وشق كحولي. ممكن يكون الحمض فيه كربون واحد فبتحطون H، الكحول يكون فيه ثلاث تحطهم ثلاث. ممكن هذول الثلاث في الكحول يكون ارتباطهم وسطي، فهي ثلاث طرفي، انه هاي الكربون بالنسبه لاخوتها هاي وهاي طرفيه، وهاي الكربون بالنسبه لاخوتها هاي وهاي وسطيه. ممكن يكون ايستر الشق الحمضي فيه تنتين والشق الكحولي فيه تنتين، ونكون ايستر الشق الحمضي فيه ثلاث، ايهم
والكحول فيه واحدة. فكم احتمال عندك الاستيراد؟ واحد، اثنين، ثلاث، أربع احتمالات. يعني هون عندك ست مصوغات، اثنين حمض وأربعة إيستر. هاي بالنسبة للمصوغات أو القوانين المصوغات الأربعة اللي حكيت لكم عنها، وكيف ممكن إنها بالوزارة ممكن تورد. رح نشوف أسئلة غير الأفكار اللي حكيناها بشكل عام. فهون في الإيسترات بدنا ننبه بس إنه دائما ميز إنه الإيستر مكون من شقين، فأنا بميز بيناتهم من شقين. كل شق كيف بدي أوصفه؟ هون 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 حسب ترتيبه. أوكي، طيب صبايا شباب، وعدناكم نحلكم أسئلة مراجعة. هاي في أسئلة مراجعة في الدوسية صفحة 37. هاي الأسئلة بتفرجيك معظم أنماط أسئلة الوزارة إنها كيف تيجي على العضوية اللي درسناها الفصل الأول بالذات. النوع الأول من الأسئلة إنه يجي يحكي لك يعني أكمل معادلة التفاعل أو أكتب معادلة التفاعل، يعني تحول الكلمات اللفظية إلى معادلة رمزية. مثلا تفاعل 2 بيوتين مع الماء في الوسط الحمضي، تيجي بتحول انت بيوت يعني 4 و2 بيوتين يعني ربط ثنائي باثنين. هذا الالكين طبعا بتعرف انه الكين متماثل، زائد H2O دائما بدك وسط حمضي H2SO4 وبتحط H موجب، بدك تفتح الرابطه وتضيف. هاي هو اسمه تفاعل اضافي، هون H هون H، يعني بيكون الناتج كحول ثانوي. مثلا انا ما راح احلهم كلهم لانهم كلهم محلولين. عندي مثلا سؤال رقم 2 بيحكي لك تفاعل واحد بروبانول مع الميثانويك، يعني كحول مع حمض عندي ايستر. هاي الواحد بروبانول انتم ما بعرف ليش لما تبدا المعادله في في الكحول شوي تتفاجئوا، وهي انسى شو بدت. مش انت عندك حمض زائد كحول بيعطي الجواب ايستر زائد ماء، والتفاعل متزن بوجود عاشق الماء مع تسخين بيعطيك إيستر صح؟ طب الإيستر اكتبه أنت، مش هاي مجموعة الإيستر ليش تلتخم لما بكون بادي في الكحول؟ هاي مجموعة الإيستر، هذا الشق حمضي، الحمض عندك كم كربوني؟ واحد، معناته هون تيجي H. هذا شق كحولي كم كربوني فيه؟ ثلاث، هاي ثلاث زائد H2O طبعا متعبي هيدروجين. شوف لي مثلا سؤال رقم 4 تفاعل إيثانول مع فلز الصوديوم، هاي إيثانول كربون ثنتين معها OH زائد فلز صوديوم. تعرف أن الكحول لما بتفاعل مع الفلز يستحمض، يستحمض يعني يسلك سلوك الحمض، راح يمنح الH فبصير عندك الكوكسيد زائد نص مول H2 من غاز الهيدروجين ينطلق. بس روح للسؤال اللي بعديه. إذا النوع الأول من الأسئلة أنه يعطيك نص تفاعل لفظي وتحوله أنت لمعادلة رمزية. السؤال الثاني تعال نشوف شو هو شو نوعه. السؤال الثاني تمييز المخبري. السؤال الثاني هو التمييز المخبري. كل أسئلة التمييز الموجودة في الكتاب كويس أنا حط لكم إياها هون. هلا بس بدي أنبه على شغلة واحدة، إنه هذا الفرع كيف تميز بين حمض كربوكسيلي شايفها هاي مع كحول، هذا بطل مطلوب لأنه عم نستخدم مادة بطلت معتمدة بالنسبة لنا وحذفونا إياها اللي هي ضمن الخواص الحمضية والقاعدة. فهذا التمييز الثالث بين حمض وبين كحول بطل مطلوب منكم، ورغم أنه كلهم هدول مجاوبين وراء أنا جمعت لك كل أفكار التمييز الموجودة في الكتاب بشكل مباشر حطيت لك إياها هون. فكيف بتميز بين ألكان وألكين؟ راح تشوف أنه استخدام مثلا البروم الأحمر الذائب في ربع كلور كربون، فهون بزول اللون هون لا يزول اللون. فكيف بتميز بين الكان وبين كحول؟ مستخدم الصوديوم، الصوديوم يتفاعل مع الكحول ويخلق غاز الهيدروجين، بينما هون لا يتفاعل. مثلا كيف بين الدهايد وكيتون؟ انه هذا بتفاعل مع تولانز بينما هذا لا يتفاعل مع تولانز، هون بشكل راس فضي او مرأة فضية. كيف بتميز بين كحول اولي وكحول ثالثي؟ هذا بتفاعل ويتأكسد ومثلا بعطي الدهايد اذا اكسدته بالبي سي سي، وهذا كحول ثالثي لا يتأكسد. كيف بتميز بين حمض كربوكسيل وبين كيتون؟ حركية الحمض الكربوكسيلي بطل مطلوب لكم كيف تميزوا بينه وبين أي مركب عضوي آخر بشكل عام، إنه لأنه بيعتمد على NaHCO3. بس حكيت لك مثلاً كيف بتميز بين حمض كربوكسيلي وبين بدل كيتون، قلت لك الدهايد بتحكي له هذا بتفاعل مع تولانز، أنت بس شوف الدهايد التولانز وهذا ما بتفاعل مع تولانز. واضح؟
هاي بالنسبة لأسئلة التمييز. إذا بتحبوا تفكروا كمان في التمييز ممكن أعطيك سؤال فكر فيه وبتبعث لي على الواتساب، إنه كيف تميز مخبريا. إذا كيف تميز مخبريا بين أنبوبي اختبار؟ بنبه التمييز المخبري سبق وحكيته بالشرح إنه لازم يكون في عندي دليل على حدوث التفاعل، مش بس تكتب لي المعادلة وتحكي له سأل طلع هون في معادلة. المعادلة بالنسبة لي مش هي بتثبت إنه في إنه هاي المادة ألف تختلف عن المادة باء، بدي يا إما راسب أو غاز أو يتغير لون. واضح؟ فالتمييز المخبري يعتمد على ظاهرة مرئية. فهلأ مثلاً كيف بتميز مخبرياً بين أنبوب ألف يحتوي على إيثين وبين أنبوب باء يحتوي على بروبين؟ ميزت إيثين والثاني بروبين. فكروا في هذا السؤال، مش غلط منيح. طيب شو في كمان أنماط أسئلة تيجي غير أسئلة أكمل معادلات أو أكتب تفاعلات وتمييز؟ طلع على السؤال الثالث ويجيب لك جدول. هذا السؤال كتير حلو وكذا مرة بالوزارة كرروه. يجيب لك جدول بيحكي لك الجدول الآتي يتضمن عدد من المركبات العضوية، درسه جيدا ثم أجب عن الأسئلة التالية. هل طبعا هون أنا كتب لك الأسماء بس عشان أدربك يكون الصيغ مكتوب عندك. 2 بروبانول يعني هي. شو اللي بهمك تعرف كيف يعني درسه؟ إنه هذا كحول ثانوي في 3 كربون. بروبانال هذا الدهايد، اللي بهمني أنا كلمة إنه مش دلوع. بروبان ويك يعني عندي حمض كربوكسيلي من 3 كربون. بروبين عندي ألكين من 2 كربون، فهذا فقيرة هاي غنية، هذا غير متماثل. 1 بروبانول عندي كحول أولي من 3 كربون، يعرف إن كحول أولي بتأكسد التركيزات الثانية وبتأكسد بعض الكيتون. وهي بروبانون عندي كيتون من 3 كربون وهو أصغر كيتون، سميناه بالزمانات دب العيلة. وهي عندي 2 مثل 2 أول اللي هو كحول ثالثي لا يتأكسد، بتم تحضيره من تفاعل جرينارد مع كيتون مثلا وكذا حسب. وهي عندك 2 بيوتانول، عندك كحول ثانوي في أردن، هذا ثانوي في 4 كربون، وعندك مركب إي ثانوي مثلا في 3 كربون. تنتبه هاي شغلات هيك ادرسه. بيجي بحكي لك ما الرمز الذي يمثل المركب؟ لما بحكي لك الرمز فيش داعي تتذاكى تيجي تكتب له الصيغه، لانه اذا كتبت له الصيغه وطلع في الصيغه اي خطا زياده هيدروجين نقصان هيدروجين زياده مش مطلق كل العلامه بتبقى. فانت طلب منك الرمز اكتب له الرمز. بيش تعال نجاوب. بحكي لي يا سيدي العزيز ما رمز المركب او الناتج من تسخين المركب ام مع حمض الكبتول؟ مين ام؟ روح على ام. هيو ام. ام عباره عن كحول. الكحول لما تسخنه مع عاشق الماء يعني تفاعل حذف. حذف يعني بيكون الناتج الكين. شو بيكون الناتج؟ طيب الكحول اللي مستخدمه مش هو ام؟ كم كربون فيه الام؟ 3، فبيطلع الكين من 3 كربون. طب مين هو الالكين عندكم من 3 كربون؟ الجواب يكون الرمز A. واضح كيف بفكر؟ تعال نشوف 2 المركب الذي يختزل بهاي المادة. أنا هاي المادة أول مرة بشوفها صح؟ طب أنت شو بدك فيها؟ ليش تحط راسك فيها؟ بحكي لك يختزل. شو يعني كلمة اختزال؟ يعني إضافة هيدروجين. أنا هاي المادة مش كتير بتهمني فما تلتخمش. يعطي المركب E، روح على E. وين E؟ هيو كحول إيش؟ ثانوي. كم كربوني فيه؟ طب مين المادة نعمل عليها اختزال تعطيني كحول ثانوي؟ اختزال يعني إضافة هيدروجين طبعا، بيكون الجواب كيتون. مين عندكم كيتون هون؟ ال. الناتج 3 من إضافة الماء بوسط حمض المركب A، روح على A. ال A ألكين غير متماثل، تضيف له ماء فهي فقيرة هي غنية، راح تيجي له OH هون راح يطلع معك كحول ثانوي. وين عندك كحول ثانوي هون؟ E. اكتب لي E. الذي تفاعل مع جرين يارد. شوف كيف بوصف جرين يارد. جرين يارد من كربونه واحده، بقول لك مطبوعه ب HCl يعطي المركب K، يعني بده الناتج النهائي. K هو الناتج النهائي كحول ثالثي. كيف بتحضر الكحول الثالثي بطريقه جرين يارد؟ بدك كيتون، بس الكيتون بدك اياه لازم يكون فيه 3 لانه جرين يارد هون فيه 1 عشان يطلع المجموع فيه 4 لانه هون في عندك 4. مين هو المركب؟ كيتون ال. طب استاذ استخدمنا ال مرتين، طب ايش المشكله يعني استخدم ال 5 مرات؟ شو المشكلة فيها؟ 5 الذي يعطي عند أكسدتي وسط حمض المركب بي. مين هون المركب؟ بتأكسده بعطي بي. مين هو البي؟ البي هو عبارة عن حمض. طب مين بتأكسده بعطي؟ أستاذ بتحكي الكحول الأول بقدر أكسده بالديكرومات بعطيني حمض، والألدهاد بقدر أكسده بعطيني حمض، فأي واحدة أجاوب؟ أي واحدة منهم صح. فأنت هون عندك 5 لو أكسدت الكحول الأولي يعني الام بالدايكرومات بيعطيك حمض كربوكسيلي، ولو اكسدت الالدهايد يعني اللي هو دي كمان بيعطي حمض كربوكسيلي.
حدد لك عند اكسبته بواسطه كي 2 سي ار 2 او 7 تستخدم الكحول. اذا اكسبته بواسطه دايكرومات وكذا في عندك احتمالات. فشوف اثنين صح وين المشكله؟ طلع عندك اجابتين يعني بس يكون تنتين صح. نكمل. بيجي بحكي لك الذي يتفاعل مع محلول تولنز بوسط قاعده. خلاص تولنز يعني الدايت، الدايت اللي هو دي. هذا النوع الثالث نشوف كمان شو في انماط من اسئله الوزاره بتيجي. شوف لي مثلا هلا السؤال الرابع: اعتمادا على المخطط الاتي استنتج الصيغ البنائيه للمركبات العضويه. بده المركبات العضويه المشار اليها برموز افتراضي. تعال نبلش. هي كي اي اتش تي ام ولا واحد عندي معروف منهم. اي مش معروف، كي مش معروف، اتش مش معروف، تي مش معروف. صار عندي سي ال 2 وضوء، معناته استنتج انه هذا الاي يعني لازم يكون الكان، لانه ما حد بيتفاعل مع سي ال 2 بوجود الضوء الا تفاعل استبدال يعني الكان. طب هذا الالكان ممكن يكون ذره او اثنين او ثلاثه او اربعه، شو بعرف. كمل يا سيدي العزيز، كمل كمل. هاي سي ال 2 يعني هذا بده يكون هالو الكان، بس كم ذره كربون فيه والله ما بعرف. بعدين هالو الكان تفاعلوا مع ام جي اعطى اي، اي يعني مركب جرين يارد صح؟ طيب كمل كمل. جرين يارد تفاعلوا مع مين؟ مع الدهايد مش دلوع، في كربونتين، معناته بدي اعطي له هون ايش؟ كحول ثانوي. بس انا لحد الان مش فاهم الالكان كم كربوني فيه. طيب الكحول الثانوي حاطط له اشياء، لا هون معناته هذا المركب الوسيطي، هذا الكحول الثانوي، بس كم كربون فيه لحد الان ما بعرف. بس طلع كيف انت لازم تعرف. هلا الالكان ناتج من تفاعل هيدروجين الى كي. طيب الى كي اضافه هيدروجين الى كي اعطى الكان. بعدين طلع لي هون هل الالكان فعلوا مع او اتش اعطى ان اي اعطى اتش. ال اتش مركب مجهول، بس المركب المجهول هاد مع H2SO4 أعطى K. الK عم بصير عليه إضافة هيدروجين وهو ناتج من تفاعل حذف، معناته الK هو الكين. الK شو ماله؟ الكين. فالكين أضف له هيدروجين بعطيني الكان، الكان عمله Cl2 بعطيها له الكان. هلا بدي أحدد كم ذرة كربون في هذا. أصغر أصغر كحول بقدر أحذف منه، أصغر كحول بقدر أحذف منه لازم يكون فيه ذرتين كربون، معناته هذا الالكين لازم يكون فيه ذرتين كربون. طب استاذ ممكن يكون الكحول فيه ثلاث ذرات كربون احدث؟ مزبوط صح. فهو هون متوهك بدك تحط الاحتمال الاقل. فانا لازم هون اساعدك، مثلا اجي احكي لك التي واحد منهم هاي سي اتش 3 سي اتش 2 او سالب ان اي موجب هذا التي. فهون ما دام هذا تنتين اذا هذا الهيدروجين الاتش بيكون تنتين، معناته هذا بيكون ذرتين كربون، الالكان بيكون ذرتين كربون، وتكمل بطلع مع كحول ثانوي من أربع ذرات كربون، واحد اثنين ثلاث أربعة، وهي الـ OH واضح. وهذا المركب الوسيطي نفسه حكيت لكم هو الكحول، بس بدل الـ H بتحط MgCl. ليش؟ لأنه الألدهايد اللي هون فيه ثنتين والهالو الألكان اللي طلع عندك هون فيه ثنتين كربون، والجرين يارد اللي هون طلع عندك فيه ثنتين كربون، ووو عرفت كيف؟ إذا هون في لازم يعطيني معلومة صغيرة انه هذا في ذرتين، او يذكر لي انه ذرتين، بس انا هون ناسي احط لكم اياه. تعال نكمل. اي الدوسية على فكرة صحيح مش معدلة، الدوسية اللي معكم موجود هون انه في عندكم ذرتين مبين يعني. كمان انماط اسئلة الوزارة انه يجيب لي سؤال علل فسر. يجي بحكي لك تترسب طبقة من الفضة على جدار الداخل الأنبوب اختبار عند مزج محلول تولنز مع الإيثانال. إيثانال يعني الدهايد اللي هو طبعا بسبب تكون. السؤال اللي بعديه ما بعرف شو صار في البرنامج. طبعا هو سؤال خمس علل، حكينا هذا اجابته موجوده. اضافه قليله من حمض H2SO4 تعمل على تنشيط عمليه الاسترة.
حكينا انه تفاعل اثر تفاعل متزن، تتذكر ما دام انه تفاعل متزن.